السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الطالب إبراهيم عطية الحربي. اليوم بشرح بروبلم 11 من شابتر 11. طيب، السؤال يقول لك ساين ويف A has a positive going zero crossing at 13. ساين ويف A تجمع عند الزاوية 30 من البوستيف، and ساين ويف B has a positive going zero crossing 45. ساين ويف B من البوستيف بدأت عند الزاوية 45. بعدين يقول لك determine the base angle between the two signal and which signal leads. يقول لك اوجد الزاوية بين الـ A بين الساين ويف A والساين ويف B. طيب، هذه الرسمة رسمتها، هذه هي الزاوية الساين ويف A وهذه هي الساين ويف B. الساين ويف A زي ما مكتوب في السؤال بدأت من عند الزاوية 30، هنا 30، والساين ويف B بدأت من عند الزاوية 45 نفس ما مكتوب في السؤال، هذه 45. طيب، نحسب الزاوية بينهم، نقص 30 ناقص 45 ناقص 30 تطلع الزاوية، الفرق بينهم اللي هو 15 ديجري. طيب، يعني الانجل تساوي 15. بعدين يقول لك which signal is lead. نشوف هنا الـ A هي اللي lead الـ B، هي قبلها، والـ B هي lag الـ A، فنقول الـ A lead B by 15 ديجري، وأيضا الـ B lags A by 15 ديجري.